السلام عليكم. على السلام عليكم يا شيخ مصطفى. تفضل. سجدة التلاوة لما تيجي أثناء القراءة لازم أقف وبعدين أسجد، ولا وأنا قاعد ممكن أسجد عادي؟ سجدة التلاوة دي ايه؟ لا، تيجي وأنا قاعد في الأرض مثلا لازم أقوم أقف وبعدين أسجد من الواقع واقفا يعني، ولا ممكن وأنا قاعد؟ وانت تصلي جالسا يعني في الاصل؟ لا، قاعد بقرأ في الأرض سجدة التلاوة اللي هي ايوه، سجد التلاوة العادية في خارج الصلاة. لا، ممكن تسجد بالظبط، وانت جالس على الارض. وبعديها في تسليمة ولا لا، ولا ما بسلمش؟ الامر واسع، نعم. الامر واسع، القولان قويان يعني. طيب، ومثل المصحف وأنا مش متوضئ لا يعني بأس، أقرأ المصحف لا بأس. قوله تعالى: ولا لا يمسه إلا المطهرون، هذا في الكتاب المكنون الذي عند الله. وحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا سنده ضعيف. تمام. وسجدة التلاوة ممكن وأنا غير متوضي يعني، لو جيت لو أنا مثلا على رأي لعدد من علماء الحديث، لأن النبي عليه السلام لما قرأ سجدة النجم سجد كل من كانوا عنده من المسلمين والمشركين والإنس والجن، وهذا يبعد أن يكون كلهم على وضوء آنذاك. تمام، جزاك شكرا الله خير يا شيخ مصطفى. وإياكم.